يعني بالتأكيد الرأي العام العمالي والرأي العام الوطني بصفة عامة منشغل بتعثر المفاوضات الاجتماعية ذات علاقة بالقطاع الخاص، وهذا الانشغال مرده إصرار منظمة أرباب العمل على مواقفها المتعنتة المتمثلة في ضرورة أن تقتصر هذه المفاوضات على ترميم جزئي لا يرتقي إلى الحد الأدنى المطلوب لتعديل القدرة الشرائية لشريحة واسعة من مجتمعنا اللي هم يمثلوا تقريبا أكثر من 1.5 مليون عامل. الشريحة هذه بالتأكيد لو أخذنا معدل أفراد الأسرة التونسية اللي هو في حدود تقريبا 3 أو من 3 إلى 4 أفراد، يعني نص الشعب التونسي، نص الشعب التونسي في حدود 4.5 مليون تونسي معنيين بهذه المفاوضات الاجتماعية، وهل نص الشعب التونسي هذين معدل الأجور متاعهم لا يتجاوز 420 دينار معناها في أحسن الحالات. وإذا أردنا أن نكون أوفياء إلى دماء الشهداء وإلى تطلعات أجيال من أبناء شعبنا من عمال وفلاحين وأجراء ومثقفين وغيره، لابد من أن تتغير قواعد اللعبة. وبطبيعة الحال إذا كان وصلنا لمستويات هذه والمؤشرات والأمثلة تدل على ذلك، حيث أنه الأمل في العيش بكرامة وبحرية وباطمئنان في تونس، هذا الحلم هذا اللي يراود كل شبابنا بدأ يعتريه معناها كثير من الشك، ولسبب من أسباب عدة أخرى أنه قطاعات واسعة من الشباب متاعنا توجد في حلول الهجرة القصرية، الهجرة عبر قوارب الموت. نحن اليوم طرحنا في المفاوضات الاجتماعية مع أرباب العمل أن تكون هناك تعديل وترميم للزيادة في الأجور، بمعنى لما يطرح الوفد الاتحاد العام التونسي للشغل زيادة قدرها 50-60-70 دينار، معناها 50 دينار لصنف التنفيذ، 60 دينار لمعنى التسيير، و 70 دينار لمعناها الإطارات، مثل ما وقع معناها إقراره في المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي، على الرغم وأنه طبعا الوضع المالي في مستوى مؤسساتنا العمومية والوظيفة العمومية هو وضع نعرفه صعب وصعب جدا، ونسبة النمو معناها منكمشة، والاستثمارات تكاد تكون متوقفة، والموارد المالية شحيحة، ولكن هذه معناها كلفة ثمنها استقرار البلاد ورسالة طمأنة. تونس في حاجة ماسة إلى إصلاح جذري، هذا الإصلاح الجذري يقتضي أن نخطوه بخطوات، وأول الخطوات هو ترميم المقدرة الشرائية لأبناء معناها العاطلين، لأباء العاطلين عن العمل. نجيكم من الأخر، لأنه في تحسين المقدرة الشرائية للأجراء هو تخفيف الوطأة عن جحافل من العاطلين العمل اللي قدروا معناها بمئات الآلاف. بالنظر إلى القدرة الشرائية وإلى الارتفاع الأسعار والمواد الاستهلاكية وغير الاستهلاكية والنقل والصحة والتعليم والثقافة والسكن وما أدرك من السكن، يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور في تونس ولسماوها أجر الكرامة اللي من دونه لا تتوفر الكرامة هو في حدود 750 دينار. طبعا احنا الأجر الأدنى المضمون 350 دينار، هناك بون شاسع ما بين أجر الكرامة أجور الكرامة اللي هم 750 دينار. نعرف هذه شغل كضمير حي لهذه الفئات الشعبية، من يجب يكون إلا ملتزم بقضاياهم وصوت مرتفع من أجل أن نضع حد لهذا البؤس ولهذا الحيف ولهذه معناها المعاناة. ما ردوا أنه المؤسسات تمر كل البلاد صعبة، وإحنا ما نجموش نعطيه زيادة تفوت نسبة التضخم، وهذا القصة متاع مؤشرات التضخم هذه لابد أن تفتح.
لأنه حقيقة طريقة اعتماد مؤشر الأسعار والتضخم هذه معناها عندها أكثر من 15 سنة ما تراجعتش، وإحنا نعرفه في 15 سنة ما كان معناها من الكماليات أصبح من الضروريات. هذه المؤشرات قديمة وتمس إلا المواد الأساسية تكاد تكون المدعمة، طريقة أو بأخرى معظمها يمس بالأساس المواد المدعمة أو الغير المدعمة معناها، واللي عندها طريقة مباشرة في الاستهلاك اليومي معناها. ففي تقديرنا هذه القصة لابد أن نخلص منها. منظمة أرباب العمل اللي عندها معناها مصالحها، وبالتأكيد مصالحها هي تختلف عن مصالح العمال في المسألة هذه، لكن فما حد أدنى من الواقعية ومن العقل، لابد وأن نعطي للأجير أجره كما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يجف عرضه. التعاطي مع الملف الاجتماعي، وكلكم تتذكروا الحملة معناها المسعورة المنظمة والممنهجة اللي مست تقريبا جزء كبير من وسائل الإعلام القائمة على معطى لست أدري من أين أوتي به، القائم على عنوان كبير وقصف إعلامي لاغتصاب العقول وتوجيهها، وأنه العامل التونسي يشتغل في اليوم 8 دقائق، وهي معناها مسخرة، وهي معناها مسألة مهينة للتوانسة والعمال التوانسة ولمعنويات التوانسة. عندنا العديد من المؤسسات اللي عطات تسبقات في الأجور ب5 أو 6% وكتسبقة، وإذا كان معناها الاتفاق حصل بين الاتحاد والحكومة رحنا مستعدين باش نزيدوا معناها عليها. وفما من أعطى نسبة متاع زيادة في الأجور وقالك بعد الاتفاق بينكم بين منظمة أرباب العمل نزيد نعطيكم معناها نسبة زيادة. لما تنساد كل أبواب الحوار الجدي والمسؤول في المفاوضات الاجتماعية سواء كان على المستوى العام أو القطاعي أو على مستوى المؤسسة، هذا حق دستوري وحق قانوني وحق معناها متعارف عليه لدى كل شعوب هذه البسيطة، هو حق العمال في أنهم ينالوا بالطرق القانونية من فذلك الأضراب لمواصلة لإجبار الطرف الآخر للتفاوض بطرق أكثر معناها واقعية وأكثر جدية للوصول إلى اتفاقات. ما نحبوش نوصلوا للتصعيد، أكيد احنا خروجنا في الشوارع ديما الاتحاد خروج المناضلين الوطنيين الواعيين المسؤولين.